نجدد لكم التحية مشاهدين برنامج صباح الخير يا بلادي من سوق الديرة الكبير والمعروف بسوق الراس. حاليا أنا متواجدة بالتحديد أمام سوق الأقمشة والمخاوير، ومثل ما وعدتكم راح ناخذ جولة في هذا السوق الكبير والمتنوع المميز جدا بالأقمشة المختلفة والقطنيات وأيضا أنواع مختلفة من الشك والفصوص. وطبعا السوق جدا حيوي ومعروف عند الجميع بالتحديد الأمهات الله يحفظهم، والسيدات راح يستمتعون في هذه التغطية. أنا حاليا راح أدخل إحدى المحلات ونشوف شو الأشياء المميزة عندهم. قطعة أم خماس، السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يسلمكم. مثل ما نشوف الزوار أيضا متواجدين في هذا السوق ما شاء الله من مختلف الأماكن. السلام عليكم، كيف الحال؟ الله يسلمك، صباح الخير. صباح نور وسرور. يا مرحبا، الله يحفظك. حابين نعرف تفاصيل اكثر عن المحل، شو الاشياء الجديده، شو تجهيزاتكم لحق الليله؟ مقبلين ان شاء الله على حق الليله، وايضا ايام ما شاء الله تركض وبيدخل علينا رمضان، فحابين نعرف شو الاشياء الجديده ومن قطع ومخاوير ومن الشيل تراوينا. طبعا نفس ما احنا كلنا يعرفون الحين مواسم الاعياد عنا بتبدا، حق الليله بتي بعد رمضان، بعد رمضان العيد. فالموسم موسم السوق حاليا هذا هو الموسم، فنحن كتجهيزات حق ليلة عندنا من هذه القطع المزريات، حراير، زري، ومعظم الزبائن ياخذونها، مثلا المدارس تاخذها والزبائن ياخذونها اللي يسوي حق اعمارهم ويسوون حق عيالهم حق المدارس، فمن هذه القطع ياخذون لان اسعارها زينه والخامات زينه بعد. وفي بعد نفس المزريات من هذه موضه تمطيح، يعني هي موضه تمطيح، نعم، تراثيه مثلا، في منها اشكال والوان، في مثلا يسمونها السلطاني، بقليم، في يعني مثلا كل واحد من هذه لها مسمياتها، وهي اصلها تراثيه، يعني كانت على بريسم، كانت على حرير الهندي الاصلي، وحين جايبينها على خامات ارخص لان البريسم خامه غاليه ودوامها مو بلهناك، فياخذون اكثر شيء بمواسم الاعراس وكذا ياخذونها. وفي من القطع الثانيه مثلا مثلا من هذه الانواع، في قطع ثانيه مثلا، في القطع اللي هناك الحين الكاميرا عليها هي عباره عن قطع اقطان كامري، هي قطع دائما تمشي عنا، واكثر شيء يخيطونها للبيت، وفي اللي يخورونها للمناسبات بعد. وهذه القطع تقريبا اشكالها في منها التراثيه وفي منها التي مثلا من موسم لموسم. ففي من هناك مثلا، حمزه تقدر تجيب لي القطع لك اللي فيها فوانيس؟ الالوان جميله، هذه نفس الخام الكاميرا كان صورها قطن كامري، هذا قطن تايلندي، وهذه من القطع اللي نزلت حق ليله مثلا، اللي مثلا فيها فوانيس وفيها نقشات البوتيل، قطعة العود هاي بعد غاوي هالقطعه، هذه قطعة العود وصلت بعد، هذه بعد نفس الشيء المواسم هذه تنزل. وبعد القطع هذه تبدا يبدا عندنا موسم رمضان والعيد. حابه اشوف المخاوير اكثر، انا عيني على هاي الورديه، هي هالوردية، هذه قطع طبعا هاي بتيلة معروفة في اللي يسميها وردية، والثانية بعد هذه أنا كيفت في المكان وما شاء الله أشياء حلوة عنده، وخلنا نشوف أكثر تفاصيل. ومو بس عندك المخاوير، عندك شيل بعد صح؟ عندنا شيل بعد، هذه الحين كقطع كهذه، هذه بتيلة في اللي يسميها مخماس، يعني مثلا بعد برنامج شعبية شو اسمه فريج بدوا يسمونها مخماس، وهي اصلها بتيله، وهذه ضرب ابره، هذه في الاساس هي عباره عن تطريز، نعم، تي على خامه ويل او شيفون، بس نحن جايبينها على اقطان كطباعه. وفي بعد مثلا هذه هاي مخاوير، مخور عادي يعني، مثلا هذه فصوص وفصفه. ما شاء الله اخ صابر، انتم صار لكم تقريبا 40 سنه يعني من بدايه السوق قبل يتأسس يعني صح، من نعم. انت في عندكم خبره في هذا المجال من 40 سنه تقريبا. نعم تقريبا، هو المحل يعني اذا من ايام يدي الله يرحمه، المحل انفتح في الستينات، فبس كان مجالهم شيء ثاني، يعني كان يسوون مطارح ودواشك وشغلات هذه، وبعدها نحن السوق تغير فحولنا على الشيل وش اسمه وقطع الشيل، هذه كلها شيل الحين،
هذه الشيء النازلة الحين لرمضان في شيء بعد اللي من البداية اللي فيهم دانتيل هذيل اللي دارجين حاليا أول شيء هي هذيل هذه نراوي المشاهدين هذا الشيء اللي دارجين في هاي الفترة نعم هذا